صباح الخير على كل مشاهدينا في برنامج كلام الصباح، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة هنتكلم عن مؤتمر هن الحكاية. هو في الحقيقة هو أول مؤتمر دولي لتكريم الشخصيات النسائية صاحبات القصص الملهمة على مستوى العالم العربي في جميع المجالات. ازيك يا رنا؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ صباح الفل. اخبارك ايه؟ صباح النور. اولا مبروك على التكريم الجميل. الله يخليك يا هاتي. بجد كنت فرحانه جدا وفخوره بيكي انك انت من يعني من فعلا من هن الحكايه. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. الحقيقه كمان كان في نماذج مشرفه جدا وجميله في المؤتمر قدر فعلا ان هو يظهرها لينا، وهنتكلم النهارده كمان عن المؤتمر بكل بقى جوانبه الجميله، بكل اللي هم فعلا شرفوا العالم العربي كله. وكمان الحقيقه كان في نماذج مشرفه من صاحبات القصص الملهمه في العالم العربي، كان في الطبيبه والاستاذه الجامعه، وكان كمان في بنت وصلت لوكاله ناسا وقدرت تحقق نفسها، وكمان كان في مصممه ازياء ومجال الرياضه والتغذيه. طيب دلوقتي هنطلع معاكم هنشوف فيديو او مقتطفات من المؤتمر ونرجع لكم تاني. حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشح وممارسة حقوقها السياسية كافة، وفي اليوم 21 منه نحتفل في مصر بعيد الحنان والعطف والضمير والتضحية، بعيد الأم التي دعمت الزوج وسهرت على تربية الأبناء لتقدمهم نموذج يفتخر بهم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. الأم التي ولد الوطن من رحمها واستقر في وجدانها فباتت هي صوت ضميره وحارس مقدراته. السيدات والسادة، الحضور الكريم، ونحن بصدد بناء مصر الجديدة، مصر المستقبل، فإنه لزاما علينا أن نستعرض الماضي كي نستخلص منه الدروس والعبر، ونبحث بتجرد الدروس المستفادة من أحداثه ووقائعه. وحين نراجع تاريخنا بإمعان، فإننا نجد المرأة شريكا فاعلا في كل موضع فخر وعز في أمتنا. وبمرور ألفيات مصر السبع، كانت مصر تستمد جذورها الإنسانية وتميز وتفرد المرأة المصرية. وقد كانت عظمة أمتنا ترجمة حقيقية وواقعية. مبسوط جدا طبعا بوجودي معاكم وبرحب بيكم دايما. كتير جدا من التجارب والقصص تستحق الاشاده والتقدير. وجهه نظري ان في نوعين من التمكين، التمكين بالاراده الفرديه والتمكين بالاراده المجتمعيه او الجماعيه. يمكن انا ميال شويه لتجربه السعوديه زي ما كان الدكتوره بتتكلم على فكره التمكين، وهو التمكين النابع من اراده المجتمع. لكن يمكن احنا النهارده في هن الحكايه متجهين اكتر الى التمكين من الاراده الفرديه، من السعي الفردي، من تحمل وجود قصه كفاح ومحاوله الوجود واثبات الذات والنجاح. وانا شويه بدعم الاتجاه ده، علشان كده انا موجود النهارده بدعم المؤتمر ده وبدعم ساره، لان ساره نفسها هي قصه كفاح كمان وهي حكايه فعلا. كثير كمان من السيدات في الحضور عندهم قصص نجاح محترمه جدا. ويمكن انا توجهي في شغل الميديا والاعلام. بشرف طبعا ان انا معاكم النهارده. الحقيقه ده من اوائل الايفنتس اللي انا بحضرها لفتره قدومي، لان انا حقيقي كنت خارج البلاد لفتره طويله. انا كنت بالسعوديه ولسه راجعه من بقاليش غير شهور بسيطه جدا، فانا بشرف ان انا طبعا معاكم النهارده. انا بره مصر بقالي سنوات طويله جدا. لما رجعت للاسف في الفتره اللي كلنا بنعاني اللي احنا مرينا بيها الفتره اللي فاتت،
بس عايزه اقول انه دايما احنا اتعلمنا في البيزنس انه في دايما فترات الكريتيكال ستيج بنمر بيها او الفترات الصعبه دايما بيولد منها او دايما بنخرج منها اوبورتيونيتي فرص. طب هي الفرص دي ايه في مجالنا احنا في مجال البيزنس؟ يعني خلينا النهارده احنا بنتكلم انا في مجالي دايما بندور على الوقت اللي احنا بنقعد فيه او بنسكن فيه ونبتدي نشتغل على نفسنا، نبتدي ندور على نقط الضعف على نقط القوه على الامكانيات اللي عندنا. على فكره انا بشكر القائمين على المؤتمر وهي دعوه الحمد لله النهارده. الحقيقه انا نفسي ليا قصه كبيره جدا عجبني فكره المؤتمر وهي الحكايه ازاي تقدر الست تشتغل على نفسها، ازاي تقدر تكون هي سند لنفسها عشان تحقق طموحها وعشان تحقق حلمها. انا استاذ الجامعه، انا استاذ مساعد اعلام جامعه دمياط وفي نفس الوقت اعلاميه بقناه النهار. انا نفسي حاسه ان انا الحمد لله حققت جزء كبير جدا من طموحي، لكن ده ما اتحققش بالسهل، اتحقق بصعوبه كبيرة، قصة كبيرة قوي قوي قوي. اللي قدامكم أنا أساساً من محطة بنوتة نضجت شكلياً قبل ما تنضج ذهنياً ونفسياً، وهي في ثانوي بقت حلوة وطويلة وكبيرة فجالها أجسام كتيرة قوي. عندنا رغم إن أنا عيلتي عيلة متعلمة جداً كلنا الحمد لله يعني متعلمين، إلا إن عندنا فكرة البنت تتجوز وهي صغيرة جامعة دكتورة، لكن فضل حلم الإعلامية جواه. وأنا بدرس الطلبة بتوعي إزاي يبقوا إعلاميين، كان نفسي من جوه إن أنا كمان أطلع على الشاشة، بس صممت وحققت حلمي. وبعد ما خدت أستاذ مساعد قررت إن أنا أفتح المجال الإعلامي، وأنا بدرس للطالب بتاعي إزاي يبقى مذيع. بيقوم الطالب ويقول لي دكتورة في كلام كتير نظرت أكاديمي مش موجود وإحنا بنتدرب. قلت لا هنزل وحقق حلمي وحمارس، ودخلت الحمد لله قدمت برنامج على قناه النهار. الحمد لله نوعا ما حقق نجاح البرنامج الثاني، وطبعا في كتير من الموجودين في القاعه معايا كانوا ضيوف عندي في البرنامج بتاعي على قناه النهار. اعتقد ان انا قدرت احقق فيه حاجه كويسه، لسه ما حققتش طموحي للنهايه عندي، بس ان شاء الله ان شاء الله عندي طموح اكبر اتمنى ان انا احققه، واتمنى ان كل واحده موجوده هنا عندها طموح تحقق طموحها وتبقى حكايه كمان. ميرسي. سبحان الله انا اتجوزت 2016 كنت من بين الشخصيه المكنه على مستوى العالم من قبل الحكومه البريطانيه، لكن ما تتخيلوا قديش يعني هاي الوقفه هون بينكم لها صدى بقلبي. اول شيء انا بعتبر جمهوريه مصر بلد التاني، بلد اللي وجهها خير علي بكل شيء. يعني صدق الله العظيم لما قال في محكم التنزيل ادخلوا مصر امنين. مصر بالنسبه لي حضر مهم حقيقه، على قد ما بقول انه قلبي قاسي ما بكي انا حتى بكي فوري. علمي رح اقول لكم قصتي، دائما انا بنظر للالهام مش اقول لك قصه نجاح لحتى انت تنبهر فيها مجرد ما تطلع من القاعه لك تنساها. خلاص انا بفكر بالالهام، ايش الاثر اللي ازرعه جواتك؟ شو الشغف اللي اثيره عندك لحتى وقفت قدامي بنت اسمها مروه تركت فيي هذا الاثر لحتى انجز لحتى اعطي لحتى امشي واشتغل. اليوم انا بعد مسيره 5 سنوات من العمل المتواصل من شغل ما بقدر لكم قديش ليل نهار حقيقه هو ليل نهار، بس قدرت احقق شيء. أول شيء لنفسي لذاتي أنا مروة اللي بتحس إنه قديش طعم النجاح حلو، قديش وقت الواحد بحس بطعم النجاح إنه سبحان الله قدر. يوم تعينت لأكون بينكم بعد 12 ساعة سفر متوصل بالطيارة لأوصل اليوم أكون بينكم فخورة بهذا الشيء. بديت من وقت كان كل الناس يقولوا هي أرجع إنها تخلص مدرسة، مستحيل يطلع منها شيء، مستحيل تكون في يوم من الايام شيء. حتى اهلي لما كانوا يروحوا على هذا الشيء كانوا متاكدين منه. اليوم اللي انا خلصت فيه الثانوية عمي اهلي ما صدقوا. وبعد هيك سبحان الله. مساء الخير.
صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير على كنا انتن يهن الحكايه. كل واحده فينا حكايه، وحياتها احلى حكايه واصعب حكايه. واذا في حكايه فانت البطل، اعرفي دايما ان انت بطلك حكايتك، هتقدري وهتعملي، بس كل الحكايه انك تختاري اللي يليق بيكي. ما تسمحيش لحاجه ولا لحد يفرض عليك اللي انت مش عاوزاه، ولا تحسي ان انت مش حاساه، لان الوقت اللي بنضيعه في اللي احنا مش عاوزينه واللي مش حاسينه، وان احنا نعرف ازاي نطلع من كل ده، اولى بيه نكون احلى حكايه لينا وللناس. الحقيقة من القصص المؤثرة اللي أنا تأثرت بيها قوي أنا ورنا، حتى رنا بكت وبكت جدا، كانت قصة أم الشهيد. هتحكيها لنا رنا دلوقتي. أم الشهيد محمود سامي شهيد كمين البرس، تشرف هن الحكاية، حاملة علم مصر الذي طوى جثمانه الطاهر تخليدا لحكايات أمهات الشهداء في لحظات من الدموع الممزوجة بالفخر، وتستحق الاحترام وكل التقدير. تحياتي ليكي. تحية شكر وتقدير لكل شهداء الوطن. أنا في الحقيقة يعني تأثرت قوي، لأن الست طلعت وكلمت عن ابنها، كانت ماسكة علم مصر وبتبكي. طيب انا هنشوف دلوقتي الفيديو. الفيديو يعني جاهز معانا؟ نعرضه بس. ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني. الحقيقة رنا صديقتي هتحكي لكم حكاية من القصص الملهمة. رنا طبعا هي رنا قصتها ملهمة جدا بصراحة. أنا يعني شخصيا اتأثرت بيها. إزاي من واحدة عندها سمنة مفرطة قدرت إن هي تتغير 180 درجة، لدرجة إن هي بقت بالمنظر الجميل ده وبقت موديل. إزاي بقى يا رنا؟ أنا بصراحة كل مرة أسألك السؤال ده. كانت قرار مني، إرادة، وكنت حاطه بقى اهداف وقدرت اوصل الحمد لله. قولي لنا بقى شعورك وهم بقى بيكرموكي. طبعا كنت مبسوطه جدا، كنت فخوره قوي بنفسي. كنت وقفت يعني افتكرت الماضي بتاعي من 6 سنين فاتوا كده، قلت انا كنت محاربه شرسه وقويه على مدار ال6 سنين دي. انا عايزه اقول لكم لازم تكونوا قد احلامكم، لازم تحط لكم اهداف وقرارات، ولازم تثبتوا وهحقق ده، يعني هحقق ده.
كمان من القصص الملهمة برضو اللي شدتني في المؤتمر، هنشوف في الصور ورانا بتتكلم. صوري وأنا بتكرم. طيب أوكي كملي رانا والصورة تطلع معينا. طيب أول أهي الصورة أهي، دي وأنا بتكرم ودي وأنا بقول الحكاية بتاعتي وأنا بتكرم. أنا بشكر كل القائمين على المؤتمر وتحياتي طبعاً لرئيسة المؤتمر سارة هاشم، أستاذة سارة هاشم، كل الشكر ليها والتقدير. قدرت بصراحة تقدم المؤتمر بشكل يعني كل واحد يشوفه ويتشرف بيه ان هو كمان اتعمل في مصر. ده حقيقي. كمان قدرت تظهر نماذج من النساء على المستوى العالم العربي من كل الدول العالم العربي بشكل حلو. كانت كل بنت ليها قصة، كل سيدة ليها قصة ومشرفة الحقيقة. يعني كمان القصه بتاعت البنت الاماراتيه دي يا رنا اللي هي بتقولك انا كنت فاشله وما كانش اصلا حد مصدق ان انا اقدر اعمل حاجه واوصل ان انا ابقى في وكاله ناسا. تحياتي ليها طبعا. تحيات شكر وتقدير لكل الشعب الاماراتي وللي كانوا مشرفينا في المؤتمر الخميس اللي فات. طيب الفيديو جاهز معانا اللي هو فيديو وانا بتكرم. طيب نشوف الفيديو ونرجع بعد الفيديو. إحدى أهم القصص الملهمة في بنى الحكاية. عن بقى الرياضة والفتنس وكده إن شاء الله. يعني دي كانت حكايتي، أنا عايزة أقول لكم
بفتكر فيها من 6 سنين فاتوا بقول لنفسي وانا في كل فخر، يعني انا كنت محاربه قويه وشرسه جدا وانا كده كل حاجه. رجعنا بعد الفاصل. انا مش هطول عليكم في الفقره الاولى بتاعتنا لان الفقره الثانيه هتكون عن عالم كمال الاجسام، وان شاء الله ما هيكون معانا الفقره الثانيه كابتن كريم محمد الشهير بكيمو الدبابه، واستنونا بعد الفاصل.